صباح الخير من صوت لبنان، نقدم نشرة أخبار 8:15 مع تحيات دعاء حمصي فرح والمخرج رودريك نمنوم. العناوين: مسلسل اللقاءات بعبدة لا يقفل الأفق الحكومي وميقاتي. نية عند الجميع بتشكيل حكومة، عدم تشكيل حكومة هو خطيئة كبيرة بحق الوطن. نصر الله يتهم الأمريكيين بإجبار الحريري على الاستقالة، والحريري يرد استقالة لبنانية وتعطيل ولادة الحكومة صناعة إيرانية بامتياز. تمرير شحنات بنزين ومازوت وفق السعر المدعوم وترقب صدور جدول تركيب الأسعار. ونبيل فهد لصوت لبنان عن السوبر ماركت: السوبر ماركت فيها كهرباء 24/24 والبرادات على طول في عندها كهرباء، فإذا نحن عم نأمن سلامة الغذاء. إطلاق جميع الموقوفين وبينهم الناشط ويليام نون وحرائق ليلا في عدد من المحولات الكهربائية في قصقص ودير عمار. نتائج امتحانات الثانوية العامة ونسبة الرسوب لم تتجاوز 10%. قصف إسرائيلي ليلا على مواقع لميليشيات إيرانية في القنيطرة. نسبة الإيجابية ملحوظة في اللقاء 11 بين عون وميقاتي الذي بدا أكثر تفاؤلا على خلاف اليوم السابق، متحدثا عن أمتار قليلة فاصلة عن الحكومة. كلام يرتجى منه التأكد جديا من مدى إقفال نافذة الصراعات وتقصي الأسباب المستجدة السريعة التي دفعت إلى الإسراع في استيلاد الحكومة، علما أن الباب لم يقفل نهائيا على مفاجآت اللحظة الأخيرة، ولا يمكن المراهنة على حكومة تحقق معجزات من صنع هذه السلطة. نسبة الفوضى ملحوظة أيضا في الشارع، وحملت ظواهر مسلحة ومخاوف التفلت الأوسع والانفجار أمام كم من المصائب الاجتماعية والمعيشية التي لا تجد في جعبة السلطة إلا استعمال المسكنات في جسم متهالك وإذلال الناس في طوابير البنزين والخبز ورفع عصا الترهيب الأمني في وجه الناشطين. إلى أن يعاود عون وميقاتي الاجتماع في الساعات المقبلة، فإن إيجابيات التأليف تستند إلى اتفاقهما على عناوين عريضة على توزيع الحقائب في انتظار الاتفاق على الأسماء. في الحقائب ليس معلوما بعد وجهة حقيبتي الاقتصاد والزراعة، وتم حسم حصول المردة على حقيبتين إحداهما الاتصالات والتربية للاشتراكي وشؤون المهجرين للحزب الديمقراطي الذي يترأسه النائب طلال إرسلان. ولم تعرف أي حقيبة ستعطى للأرمن، وأوضح الأمين العام لحزب التشناق النائب أجوب بكرا دونيا أنه لم يتبلغ أي شيء على أن يزور قصر بعبدة اليوم. الحقائب التي لا تزال محور نقاش لناحية الأسماء هي العدل والداخلية والطاقة، وأفادت المعلومات الصحفية عن لقاء جمع عصر أمس ميقاتي والخليلين وتسلم منهما أسماء الوزراء الشيعة. وأفادت الأخبار أن المحسومة من أسماء الوزراء يوسف خليل لوزارة المالية الذي يتمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع طرح اسم عبد الله ناصر الدين الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن كبديل في حال تعذر الاتفاق على يوسف خليل. المهم تشكيل حكومة بغض النظر عن مواصفاتها، وهو ما ظهر من كلام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد زيارته قصر بعبدة، كاشفا أن تشكيل الحكومة في لبنان عبارة عن معادلة حسابية صعبة تتحكم فيها الطوائف والمذاهب والمناطق والولاءات والاختصاصات. ولم يخفي ميقاتي أن يكون هناك ولاءات، فلا أحد في لبنان ليس تابعا لأحد.
نحن عم نستكمل، وأكيد النية عند الجميع بتشكيل حكومة. عدم تشكيل حكومة هو خطيئة كبيرة بحق الوطن. أنا من أول يوم، يوم التكليف، قلت ما برتبط بزمن معين. مين اللي قال أنه في عقبة أساسية اسمها وزارة الداخلية؟ المهم عندي أن أزيل أي عقبة أو أي عقدة موجودة. مين قال أنه سليمان فرنجية عاتب علي؟ لأنه سليمان فرنجية بيعرف تماما أنه لا حكومة بدون تمثيل يليق بسليمان بيك فرنجية. واستبق ميقاتي لقاءه مع عون بالتأكيد في بيان على متانة علاقته بالرئيس سعد الحريري ودعمه له، والذي قابله الأخير برد التحية وقال في تغريدة: بيان الرئيس نجيب ميقاتي لسان حالنا جميعا، والعلاقة مع دولته أقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كشف أنه تلقى رسالة من مستويات عليا في سوريا للمساعدة على منع التهريب لأنه يضر بخططها الاقتصادية، وشدد نصر الله على أن ضبط الحدود مع سوريا ليس من مسؤولية حزب الله، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ذلك. واعتبر نصر الله أن ما يجري في لبنان هو جزء من حالة حرب اقتصادية هدفها إذلال الشعب اللبناني والمقاومة. وأوضح نصر الله أن الحرب بدأت قبيل تشرين الأول 2019 مع تمويل جمعيات مدنية مرتبطة بالسفارة الأمريكية، واتهم الأمريكيين بأنهم من ضغطوا على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري آنذاك وأجبروه على الاستقالة. الحريري رد على نصر الله عبر تويتر قائلا: استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز، معروفة الأسباب والظروف والأهداف، أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز. على الخط الأوروبي، أوضح الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو للنهار أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، والتي أفقرت الشعب بشكل دراماتيكي ومنعته من الحصول على الخدمات الأساسية. وإذ ذكر بما قاله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيف بوريل الذي حمل الطبقة السياسية اللبنانية المسؤولية الكاملة، أشار إلى الاستعداد لاستخدام العقوبات التي وضع الاتحاد الأوروبي إطارها في حزيران الماضي. قرار رفع الدعم عن المحروقات لم تخمد ناره، وليلتئم مجلس النواب يوم الجمعة في جلسة عامة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر اليونسكو لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون حول موضوع وقف الدعم والتداعيات السلبية التي زادت من حدة الأزمة التي يعيشها البلد. أزمة المحروقات مستمرة بشدة، ولم تأتي خطوة المركزي بالموافقة على فتح اعتمادات لشحنة من المازوت والبنزين وفق السعر المدعوم أو مداهمات الجيش ومصادرة مستودعات تخزين محروقات التي قدرها في نتيجة حملته في الأيام الأخيرة بحدود 6 ملايين لتر إلا في إطار تجنب الانفجار. وفي هذا السياق وافق مصرف لبنان على إدخال شحنتي محروقات لشركتين تحتويان على 80 مليون لتر من الديزل تكفي السوق من 5 إلى 6 أيام، ولكنه لم يوافق على شحنة البنزين بكمية 40 مليون لتر التي تحتاج إليها السوق. وبحسب المعلومات فإن المصرف المركزي قرر فتح الاعتمادات للباخرتين لإفراغهما على السعر المدعوم، أي على 3900 ليرة للدولار، وتردد أن مصرف لبنان وافق أيضا على إدخال شحنة غاز على السعر الرسمي المدعوم تكفي السوق اللبنانية لأيام معدودة. ويفترض أن يصدر جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة اليوم وفق التسعيرة المدعومة حاليا. لجنة الأشغال النيابية بحثت في ملف المحروقات وربطت رفع الدعم بتنفيذ البطاقة التمويلية، وطالبت مصرف لبنان بتلبية السوق وفق دراسة رفع تدريجي للأسعار لمدة لا تتعدى 10 أيام إلى حين توزيع البطاقة التمويلية على يتولى الجيش حماية محطات تحويل الكهرباء. وفي إشكالات البنزين في الشارع، تم إحراق محطة محروقات في الكفاءات على يد 3 شبان أقدموا على إطلاق قذائف صاروخية على المحطة،
وأعلن الجيش عن توقيف الشخصين المتورطين في الإشكال وإطلاق النار، وأضاف أن بعض الأشخاص حاول تحرير الموقوفين بالقوة، فأطلق عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم، وبعد مغادرة الدورية استهدف مجهولون المحطة بأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى احتراقها وفق بيان الجيش. كذلك احترقت محطة لتحويل الكهرباء في قصقص ليلا، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخمادها، فيما تردد أن السبب هو الضغط الزائد والتعديات على الشبكة. وأفيد عن اندلاع النيران أيضا في محطة الكهرباء في دير عمار في الشمال. أزمة المازوت طالت أيضا هيئة أوجيرو، التي أكد مديرها العام عماد كريدي خروج 12 سنترالا عن الخدمة، ولفت إلى أن مركز المريجي في الضاحية الجنوبية لن يستلم المازوت، وقد يتوقف الإنترنت هناك في اليومين المقبلين. رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن دعا المعنيين إلى ضرورة تأمين المازوت لأوجيرو وألفا وتاتش بحماية أمنية لكي لا يصادر، ولفت إلى العمل على إعداد اقتراح لمواجهة أزمة شركات الاتصالات، ويتمثل في فتح اعتماد إضافي لهيئة أوجيرو لتوفير المحروقات. وفي التداعيات أيضا، توافقت اللجنة المنبثقة لمتابعة التطورات المتعلقة بضحايا انفجار خزان البنزين في بلدة تليل في عكار على إلغاء صلاة الجنازة الجماعية التي كانت مقررة اليوم في ساحة قصر يلدزلار في البيري على ضفاف بحيرة الكواشرة، والتي كان من المفترض أن يحضرها مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ليؤم صلاة الجنازة على الضحايا، على أن يستبدل ذلك بإقامة حفل تأبيني شعبي ورسمي يحدد زمانه لاحقا. للإضاءة أكثر على الوضع الصحي في لبنان بعد حادثة أتليل، إضافة إلى ملف الكورونا، تنضم إلينا ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشمقيطي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير لإليك دعاء ولكل المستمعين. من بعد زيارتك لمنطقة طرابلس، خاصة بعد انفجار خزان البنزين في بلدة أتليل، أي قراءة لك، أي تصنيف للواقع الصحي في لبنان؟ أول إشي بدي أقدم تعازي الحارة لكل أهالي الضحايا اللي وقعوا من يعني بسبب الانفجار اللي صار بعكار، وبدي أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى اللي موجودين بالمستشفيات. إحنا خلال زيارتنا أول مبارح أو قبل مبارح زرنا مستشفى السلام بطرابلس، وكمان زرنا مستشفى العيتاوي والأيو بي ببيروت. أنا بقدر أقول لك إنه المستشفيات أول إشي الله يعطيهم ألف عافية، يعني الطاقم الطبي اللي عم بيشتغل بالمستشفيات عم بيشتغلوا يعني بكل يعني عندهم كل الكوميتمنت اللي موجود عندهم، يعني اماني يعني انا عن جد حابه احييهم. ثاني شيء، طلعنا على اوضاع المستشفيات اللي احنا عم نواكبها لنا فتره. انت بتعرف المستشفيات لها فتره عم بتعاني من نقص من الفيول، عم بتعاني من نقص في السبلايز عن الأدوية، حتى الطواقم الطبية عم بتغادر لبنان، فأكيد المستشفيات في وضع كتير حرج. يعني القدرة على أنهم يكملوا بالشكل هذا أنا بتهيأ لي شوية رح تكون صعبة. عمليا إذا كانت الوضع رح يكون صعب، كمنظمة الصحة العالمية اليوم هل من مساعدة بدها تكون لهذه المستشفيات عمليا؟ أول إشي إحنا يعني قدمنا استجابة طارئة لهاي المستشفيات اللي هي عم بتعالج الجرحى، تم توصيل سبلايز وبرن كيتس وإمرجنسي كيتس، هاي كلها تم توصيلها مبارح للمستشفيات الأربعة. أكيد إحنا في عنا خطة طارئة يعني لسد بعض الثغرات بالمستشفيات، ولكن الحل مش من برا يا دعاء، الحل من جوا. فأكيد لازم يكون في خطة وطنية، خطة شاملة لكيف نقدر إحنا نحافظ على القطاع الصحي، سواء كان القطاع الصحي العام أو القطاع الصحي الخاص.
لأنه هي خطة كثير أكبر من أنه بس يعني نوفر لهم معدات، نوفر أدوية، نوفر يعني إنسولين بعد الثغرات. هي خطة كثير أكبر من هيك، فأنا يعني بتمنى أنه نقدر نتوصل لحل كيف نقدر هاي المستشفيات أن نساعدها نضلها واقفة على إجريها. نعم. بالنسبة لوضع الكورونا في لبنان، يبدو أن الدلتا أعادت رفع الأرقام المصابين اليوم، هل في قدرة لبنان أيضا احتواء موجة الدلتا؟ يعني هذا بدك تدل فيه على مجموعة الصعوبات اللي عم بتواجهها المستشفيات، وأكيد الناس كمان تعبت. المستشفيات حاليا في وضع كتير حرج، فالقدرة على أنهم يعني يستجيبوا للكورونا مثل ما استجابوا بشهر واحد واثنين ممكن تكون شوي صعبة، لأنه مثل ما قلت لك في عندهم كثير صعوبات ثانية عم بتواجههم، منها طبعا أكيد القدرة الاستشفائية صارت أقل. فالكورونا كيسز عم تطلع، الدلتا هو الدومينانت سترين اللي موجودة بالبلد، فاحتمالية أنه يرتفع عدد الحالات كثير وارد. ولكن الشيء اللي ممكن احنا نعمله حتى انه نحافظ على المستوى اللي احنا فيه ما نرتفع بشكل كثير كبير، انه اول شيء نشجع الناس انه نروح ياخذوا التطعيم. التطعيم بيحمي. في اخر قراءات للنسب الاشخاص اللي هم مصابين بالكورونا حاليا تقريبا 93% من الحالات يا اما ما تطعمت يا اما ناخذ بس دوز واحد، يعني ما عندها المناعة الكافية. فالتطعيم هي واحد من الأشياء اللي احنا مفروض نشجع عليها ونتسجل ونطعم. وثاني إشي المحافظة على الإجراءات الوقائية. هدول التنتين إذا احنا التزمنا فيهم ممكن كتير نساعد حالنا ونساعد القطاع الصحي إنه يقدر شوية يتعافى من الصعوبات اللي هو عم بيواجهها. هل يمكن أن يكون هناك توصية من منظمة الصحة العالمية لأخذ اللقاح للمرة الثالثة بالنسبة للفايزر؟ لا، هلأ حالياً منظمة الصحة العالمية ما عم توصي بالأخذ اللقاح البوستر اللي بيسموه، لسبب بسيط أنه في ناس ما أخذت جرعة واحدة. فمن ناحية المساواة بين الناس، المفروض إحنا أول إشي نحاول نطعم أكبر قدر ممكن من الناس بالجرعتين اللي هم موصى فيهم، وبعدين إذا كان في حاجة للبوستر دوز اللي هي بعض البلدان قاعدة عم بتطبقها، ساعتها ممكن ينظر بهذا الموضوع. ولكن حاليا إحنا ما عندنا أي توصية بأنه نروح للجرعة الثانية. شكرا لممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي. دائما في الملف الصحي، أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن كميات المحروقات المعلن عن مصادرتها غير كافية لتلبية حاجة المستشفيات، وأضاف أن المستشفيات الخاصة فقط تحتاج يوميا إلى 350 ألف لتر من المازوت. وبسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر المازوت للمولدات، بادر عدد من السوبر ماركت إلى توقيف البرادات وسط تهديد بالإقفال في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد شرح لصوت لبنان الأزمة. عم تتأثر السوبر ماركت بطريقة كتير صعبة بموضوع المازوت وعدم توفر مادة المازوت حتى بالسوق السوداء. يعني عم نلجأ للسوق السوداء لحتى نشتري مازوت تنأمن كهرباء بمحلات السوبر ماركت. أكيد هيدا بيعني أنه الكهرباء ما بتنقطع أبداً بمحلات السوبر ماركت، يعني فيها كهرباء 24/7 والبرادات على طول في عندها كهرباء. فإذا نحن عم نأمن سلامة الغذاء للأشياء المبردة والمجلدة طول الوقت، وما في أي خوف من قبل المواطنين انه تكون هذه البضاعة بينقطع عنها الكهرباء. يعني هي رح تكون سليمة 100%، وهذا شيء بنأكده بكل محلات السوبر ماركت اللي هي بنقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان، يعني بأغلب محلات السوبر ماركت الكبيرة.
في بعض السوبر ماركت اضطرت انه تقلل دوام عملها, يعني تسكر بكير او تسكر يوم او يومين او ايام الاحد لحتى توفر بمادة المازوت. اكيد هالتوفير عم بيجي بالاضاءة وبفتح البرادات وقت النهار, فوقت بتقفل بتكون عم بتوفر تقريبا نصف مصروف الكهرباء, يعني نصف مصروف المازوت. مشان هيك يعني عم نجرب نطول قد ما فينا مدة اللي عم نستعمل فيها المازوت المتوفر لنا. كتير كبير من الأقسام بالسوبر ماركت عم بصير فيها تصغير لحجمها لأنه البضاعة اللي فيها ما بقى موجودة, يعني الموردين ما بقى عم يستوردوها من الخارج أو ما عم تتصنع بلبنان لأنه الطلب عليها صار أو قليل أو مش موجود, يعني بسبب غلاءها. فهالغلاء هيدا عم بحتم على المستورد انه هالبضاعة بسبب غياب الطلب عنها انه ما بقى يستوردها. اكيد عم بصير في استبدال لهالبضاعة هيدا باصناف كلفتها اقل ويعني سعرها اقل, لكن اكيد احنا منأكد انه الجودة والنوعية لهالبضاعة هيدا بعدها يعني متوفرة, لانه بصير في يعني فحص للبضاعة اللي بتدخل على لبنان من قبل وزارة الاقتصاد, واكيد نحن كنقابة بنتأكد من مصادر هالبضاعة, منجرب البضاعة جديدة ومنتأكد انه هيدي البضاعة هي سليمة ووجودتها يعني وصالحة للاستعمال اكيد. لكن نحن اكيد في انواع كتير بضاعة عم تجي من مصادر كتيرة وموجودة بالاسواق وما عم تنحط بالسوبر ماركت لانه يمكن ما منتأكد من مصدرها او ممكن انه تكون مزورة. مشان هيك نحن منحذر الناس انه تتأكد من مصادر البضاعة اللي عم تشتريها. أطلق سراح جميع الموقوفين في ملف ادعاء النائب طارق المرعبي وبينهم الناشط ويليام نون بعد 7 ساعات من التحقيقات في مبنى فرع المعلومات. وقال الناشط نون بعد إطلاق سراحه: سنكمل ولن يوقفنا أحد وحي كل من تضامن معه. الأهالي نفذوا وقفات احتجاجية أمام مقر فرع المعلومات في الأشرفية وأقفلوا أيضا أوتوستراد جبيل حتى الإفراج عن الموقوفين. إذا النواب بيعتبروا حالهم أنه عندهم حصانات واهية غير شرعية غير مستمدة بقى من الشعب, فنحن حصانتنا نحن بنستمدها من دم الشهداء اللي سقطت ببيروت. ويليام بطل مش لأنه اسمه ويليام نون بس لأنه هو كان عنده من الشجاعة ما يكفي أنه يقف بوجه سلطة قامعة مش بس عم تمتنع, عم تمنع إحقاق الحق وعم بتخلي العدالة تكون مش موجودة. تربويا, صدرت نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ولمرشحي الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة, وبلغت النسب المئوية للنجاح كالآتي: علوم عامة 91.05%, علوم الحياة 90.39%, أداب وإنسانيات 79.72%, اجتماع واقتصاد 93.30%. صحياً, أعلنت وزارة الصحة عن 1178 إصابة جديدة بالكورونا إضافة إلى 6 حالات وفاة. تمت إضاءة أوبرا سيدني في أستراليا بأرزة لبنان وكتب رئيس وزرائها: أستراليا تقف معكم. قصفت إسرائيل أمس منطقة ينشط فيها حزب الله وقوات النظام السوري في ريف القنيطرة بالجولان جنوب غربي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات دوت في ريف القنيطرة الشمالي نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران. وأفادت وكالة سانا السورية أن القصف تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر. أكدت حركة طالبان أنها ملتزمة بكل التعهدات التي قدمتها وتأمل من المجتمع الدولي أن يعاملها بشكل مناسب. أوضح مسؤول غربي أنه تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني على متن رحلات عسكرية من كابول. وكشف قائد القيادة الأمريكية الوسطى فرانك ماكنزي عن اجتماع عقده مع كبار قادة حركة طالبان في قطر مشددا أمامهم على أن حماية المدنيين والشركاء في أفغانستان تمثل أولوية قصوى. الصفحة الرياضية مع رومن طنوس.
صباح الخير. بأخبارنا لليوم كشفت معلومات صحفية عن تطلع نادي جوفنتوس للحصول على خدمات نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح بعد الحديث حول مستقبل كريستيانو رونالدو. بدوره رونالدو غرد وقال: كسرت صمتي الآن لأقول أنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي، ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وكل شيء آخر هو مجرد كلام. نبقى بأخبار كرة القدم، حيث تم تكريم المهاجم الأسطوري لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني جيرد مولر بطريقة مؤثرة قبيل مواجهة الفريق البافاري أمام بوروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر الألماني، وقد ارتدى لاعبو البايرن قمصان تحمل اسم اللاعب يلي كان لقبه التوربيد. عربيا، تغلب الزمالك على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء بالمباراة المؤجلة من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يلي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. أما بالأخبار المحلية، انضم لاعب المنتخب لبنان لكرة القدم نادر مطر إلى نادي المعايزر القطري بعدما وقع العقد معه لمدة موسم واحد. غيب الموت والدة الزميل جورج العلي السيدة عليا الياس القزي. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في كنيسة مار مارون الدبي. صوت لبنان تتقدم من عائلة الزميل جورج العلي والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلي بأحر التعازي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ومن دون تعديل يذكر على الساحل. كان في هذه النشرة مسلسل لقاءات بعبدة لا يقفل الأفق الحكومي وميقاتي. نية عند الجميع بتشكيل حكومة، عدم تشكيل حكومة هو خطيئة كبيرة بحق الوطن. نصر الله يتهم الأمريكيين بإجبار الحريري على الاستقالة والحريري يرد استقالة لبنانية وتعطيل ولادة الحكومة صناعة إيرانية بامتياز. تمرير شحنات بنزين ومازوت وفق السعر المدعوم وترقب صدور جدول تركيب الأسعار. ونبيل فهد لصوت لبنان عن السوبر ماركت. السوبر ماركت فيها كهرباء 24/24 والبرادات عطول في عندها كهرباء، فإذا نحن عم نأمن سلامة الغذاء. إطلاق جميع الموقوفين وبينهم الناشط ويليام نون وحرائق ليلا في عدد من المحولات الكهربائية في قصقص ودير عمار. نتائج امتحانات الثانوية العامة، نسبة الرسوب لم تتجاوز 10%. قصف إسرائيلي ليلا على مواقع لميليشيات إيرانية في القنيطرة. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.